مشاهدين السلام عليكم، لاباس؟ بخير هانيين سيدي، الحمد لله، مبارك عواشركم، العيد الحق ان شاء الله بحول الله، تعيدوا وتعاونوا ان شاء الله. والعيد راه غير سنه، راه ماشي فرض. انا مع هاد الازمه والجفاف الله يحسن العوان، كاين الناس اللي ما عندهمش باش يشريو، ولكن كل واحد يتمشى على جهده الله يحسن العوان. ها كل باب اش قالوا شرنا الاولين، كل باب وكراب، راه كاين جديد ب 15000 وكاين عبوره ب 15000، كاين الحولي ب 100000، 120، 130، الله يحسن العوان والله يجازيكم بخير. اللي شرا حولي مثلا داير 100000 ولا 80000 ولا سميتو، كل واحد يربي وليداتو، كاين اللي تيخرج تيبقى ينقل على الدراري في الزنقه، بخصوص المدينه وفي الفلاجات. بابا شرينا الحولي تاع 100000، شوف قد قرونو باباك شرا لك هذاك الشيء قد الصباع هكا، والدراري تيبقاو يتنكدو تيبقاو يندمو في والديهم الله يحسن العوان. وكاين اللي تيقول لك نشري الحوليه كبير باش يقربني الله تبارك وتعالى، انا راه ما قاريش. ايه مزيان بالصحه والراحه اللي عنده باش يشري شي حاجه كبيره تبرع ولادو، يتبرع بالصحه والراحه. ولكن باش تشري الحولي مثلا ديال 100000، واحد المسكين عرفتيه حداك ولا بعيد عليك ولا شحال واحد عرفتيه ما شاريش، ما عندوش، الله يحسن العوان، خاصك تعاونو، ماشي تشري انت. هذا قلتي راه قربني لله، راه ما الله اعلم ما عرف واش قربك ولا بعدك. لا تشوفي واحد المسكين ما عندوش، وقول انت 20 من ديال 100 حولي ديال 100000، حيد انت 20 شري غير ديال 80، وعطي 20 لهذاك المسكين، راه يقدر يعيد بها، شري بها عبوره راه يعيد بها. انت شريتي قلتي نتقرب الله، راه الله اعلم ما عرفنا لا قربتي لا بعدتي، الله اللي تيعلم. و اللي شرا ثاني شي حاجه كبيره قال هذه لله، هذه تقربني الله، شي تيقولوا الناس راه الا بغيتي تقربي الله. هو مثلا ذبحيها واخا شي طاطو عيدتي به، هو ذبحو تصدق على المساكين اللي عرفتو عندهم الدراري ومعيدين شي حاجه صغيره قليله غادوز بها الوقت، تصدق منه المساكين. هذا جوج كيلو، هذا ثلاثة كيلو، هذيك هي اللي غتقربك لله. ماشي ذبحتي الحولي ب 80000 قال لك هذا لله هذا يقربني لله، هذاك راه هذاك الحولي الا ما صدقتي منه وما عاونتي المساكين ما والو، هذاك الحولي بالصحه والراحه تيغرادك هادو بالصحه والراحه، ولكن راه بعداتك من الجزار وقراتك للفريكو غتقسمو مولات الدار تاكل فيه 6 شهور، قال لك هذا الحولي قربني لله، الله اعلم واش قربك ولا بعدك. اللي بغى يتقرب الله تبارك وتعالى وتمسك عليه الله يشري مزيان، يشري تاج ويعيد بهم بالصحة والراحة، ولكن يشوف المساكين. هنا كاينين المساكين مساكن ما عندهمش باش يشريو تا ديال 15000 ولا ديال 20، يشوفهم المساكين الله يهديكم. اللي تمسك عليه الله شاف الناس عيانين ما عندهمش، انه كان يعطيه غير 300 درهم، تعطيه انت 300 درهم وانا نعطيه 300 درهم، إلا ما قدرتش نعطيه 20000 ولا 30 ولا 10، نعطيه غير 200 درهم، ها 300، هذا يعطيه 300، هذا يعطيه 300، راه يقضي الغرض. هذيك هي الضحية ديال لله اللي تقربك لله تبارك وتعالى. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ومبارك عواشركم، وزايدون ثانيا كاينين شي واحد ثاني تتزيرو مرتو تتقول ليه لا والو، بغيت الحولي ديال بحال ديال ريتو فلان، راه الله يحسن العوان، هذوك ريتو فلان راه عندهم باش يشريو. وتزيروا المراه راه هذيك، هذيك راه ماشي مراه، هذيك نقدر نعايرها، يقدر ما بلا ما نخصو الهضره، ها عرفتي راجل خدامها في الموقف الله يحسن العوان، وتزيريه وتقاسمي معاه وتنوضوا قرباله شري لي باش بغا يشري ليك، عرفتي عنده شي حاجه وما شرا ليك، هذا الشيء راه حرام، ماشي من الادب، ماشي من الصواب، راه الله يحسن العوان، راه هذاك الراجل راه ما عندوش، خاصك تعدريها تعرفي كل تيتمشي على جهده. احنا كاع تنتسوقوا دروك، واش كاع تنجيبوا اللحم ديال البقري كاملين؟ كاع تنجيبو 3 كيلو ولا 4 ديال البقري ولا الغلمية، ها واحد مسكين ما عمرو شرا اللحم ديال الغلمية ولا ديال البقري، تيشري مسكين عاد دجاج، كاين اللي تيشري عاد نص كيلو، كاين اللي تيشري دجاج، كاين اللي تيشري كيلو، راه هي ديال العيد تا هو راه ماشي فرض، راه كل يتمشي على جهدو، الله يحسن العوان، ومبارك عواشركم، هادشي اللي بغيت نقول لكم، تعيدو وتعاودو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.